شوف يا نبيل، انا مش هعتب عليك في الكلمتين الخايبين اللي انت قلتهم دول. بالعكس، انا جاي احب على راسك واستسمحك على الطلاق بالتلاتة، لان ما كنت عارف انك شايل ده كله. ايه مالي؟ انا زي الفل اهو. انا ناس ده نبيل باشا اللي هيوريك انت امك اللي عمرك ما شفت. خلاص خلاص يا نبيل، العالم كله عرف هكذا. تخبى عليا انا؟ انا طول عمرنا ما لناش غير بعض يا نبيل، ليك مين غيري تصب عليه زعلك وشيل عنك؟ عملت كده انا في عزي، من لو كنت جيت لك بعدها كنت عملت ايه؟ لميت عليا عيال الحاره ونسوانها وزفتوني زفه بلدي. راجل يا ناقص، من امتى واحنا بنعري بعض قدام الخلايق؟ احنا طول عمرنا ستر وغطى على بعضينا، بس انت برضه غلطت. كان لازم تصارحني وتفطمني، وساعتها بقى كنت هتشوف انا هسد جنبك لغايه ما الليله دي تعدي ولا لا. مش تكتم بنضروعك، كنت ساعتها بقى شوفني انا هسد معاك لغايه ما ليلتك دي تعدي ولا لا. على العموم حصل خير، عشان تعرف الموضوع اللي كان مزعلك مني خلاص بخ، مفيش بيه مرضى عام. ما تقول اه يالا. أنا اتكسرت يا سلطان، فودة زلني صح. معاش معاش، ولا كان اللي يزلك أقول برضه. العالم عم نتكسر في بعضيها، ما حدش بيكبر العباد من رب العباد يا نبيل. وأنا سداد. أول مرة يا أخويا تسمعنا حلاوة الآه من غير لت ومنهدة. ما خلصت يا معلم. بصراحة الراجل بتاعك دخل دماغي من ليلة النقلة إياها. لو عايز أدعي 10 مرات بعون الله يحضره. مش أنا اللي هعوز، المعلم هو اللي هيعوز واللي هيقوله هيمشي. بس أموت وأعرف عديتها إزاي. أنت عجبتك بس عشان ما عرفتش تهرش. بعدين هو في حاوي بيفرق جنابه على الخلق. لا وأنت حاوي مقصد. شوف يا شندي، سيد ليه نفحة في البيع الجاية، نفحة لحساب ويلعب فيها، بس أنا بقى ليا مزاج يبقى متوصي ومتأسس أول نزول السوق، وعلى اسمي برضك باري. وماله؟ ده السوق ينور ويسعمل حبايب تلاتة، بس أنت كده هتقطع المعلم بتاعك. وناوي تحط فين؟ أنا هلعب بره المصرية والسيدة كلها، هاخد خط مصر قديم، خرطة أبو السعود، أبو سيفين، المنطقة هناك كلها مضروبة حنة وده مش مقام. على البركة. بس خدها مني نصيحة، إنك تعرف تعدي ببضاعة حاجة، وإنك تكبر في السوق حاجة تانية، وضل فودة ما يتخرجش منه لأنه ما يتعوضش. ده مدرسة. لا ما تقلقش، وأنا مش عايز أخرج من المدرسة. اسمع شندي، الجدع فلوسه حاضر بكاش. ظبط أنت أمورك وشاور على الميعاد، وربنا يبارك للكل. ربنا يجعلها فتحة خير عليك، الدنيا يومين أسنجفها وأرد عليك. ماشي. برد يا سعيد. اللي يرضى بحاجة في البدري تبرد قبل الأوان. ابن أبوك صحيح. أيه عم سلطان، ازيك؟ الحمد لله يا بنتي. أنا الصراع كده كنت عايز كلمتين. تحت أمرك. ولا قول يا دلوقتي، أنا هنخش في الموضوع على طول. صلاح أنت صحيح عايزة؟ أيوة عايزة وموافقة بيه كمان. ليه؟ بحبه، هو ده الراجل اللي انا طول عمري بتمناه. علي انا الكلام ده؟ يا بنتي صريح العبارة كده والمختصر المفيد، انا الكلام ده ما يخش ذمتي بنجلة. ما مش معقول برضه، بنت حلوة زي حلوة ايه؟ احلى بنت فيك يا مصرية. ده الواد لما شافك معرفش يحط النار على الحجر، وبسم الله ما شاء الله تعليم عالي والمستقبل قدامك بالطول والعرض. ايه اللي يخليكي ترضي بواد زي صلاح؟ ده اقل منك في الكسم والرسم، ما ياخدوش بيه. اهو نصيب بقى يا عم سلطان.
وبعدين صلاح ما يتعيبش برضه. انا ابوه بقى واكتر واحد عارفه، وبقول لك صلاح يتعيب، ده واد خربان ومالوش حيطه يتركن عليها، محدش عارفه كده يا بنتي. وانت بسم الله ما شاء الله سكتك سالكه، والف مين يتمنوك. انا ايه بس اللي يخليكي تربطي حياتك بواد صايع مصدي زي صلاح؟ ده نصيب بقى. وبعدين انا مش فارق معايا اصلا طالما انا مع صلاح. طيب اقول لك ايه، كلام بيني وبينك كده، الواد ده ماسك عليك حاجه بيزلك بيها، قولي لي انا ابوه ممكن اقطع لك رقبته. حاجه ايه دي اللي زلني بيها؟ وانت فاكرني منهم ولا ايه؟ انا بنت المعلم جدله، وما يصحش الكلام اللي انت بتقوله ده يا معلم. لا اله الا الله. طب قولي لي يا بنتي اللي صح، انا برضه عدم مؤاخذه في مقام ابوكي واخاف على مصلحتك. ما انا قلت لك ما تخافش من حاجه، ده جواز، وبعدين انا وصلاح هنبقى متفاهمين على الاخر. ما تشغلش بالك انت وقول مبروك. ماشي. اقول لك ايه يا بنتي؟ مبروك. على اذنك يا مسلم. اتفضلي. انت نازل يا اخويا؟ اه حبوبه، بس لو عايزه حاجه تولع كل حاجه قولي. يا سلام على لسانك اللي بينقط سكر ده، انا عرفت ميسا بتحبك ليه طبعا. وحياتك ما بتسمع ربعها، دي ما تجيش غير بالدبشه بنت السر. على قلبها زي العسل، ما دام انتوا الاثنين بتحبوا بعض وهي عايزاك. يا سلام، وانت جايبه تقف في حتتنا ولا ايه؟ واللي عايزه ايه؟ عينيا. شوف يا ابو خارست، انا عارفه انك مش موافق على جوازه صلاح من ايه. اسمعني عشان خاطري، اسمعني لو ليا خاطر عندك بس. انا عارفه كويس قوي انك شايف انها ما تناسبوش ولا هو كمان يناسبها، بس مين عارف، يمكن ربنا يوفق الطباع على بعضها زي ما وفق القلوب. وبعدين هي اسمها اسمة ليه؟ عشان بتيجي كده. شوف يا حبوبة، أنا مش غاوي أخرب علاقتك ولا في قدام فرحة صلاح، بس الاسم اللي ما بتعدلش بين اتنين بتاخد واحد منهم وتطب على الأرض، وصلاح بقى عنده نعاد أبوه ولا يساوي بالأرض، ساعتها بقى مين اللي هيضيع في الليلة؟ جربت؟ مش خايف علاقتك ولا إيه؟ مفيش نصيب بيمشي بالورقة والقلم يا سيد، اللي علينا إننا نرضى بيه وخلاص ونسيب الباقي على ربنا. بعدين مين عارف، ياما جوازات في اولها بتبان انها بايظه وبتتم على خير. وبعدين يعني صلاح مش وحش ولا حاجه، يعني ده راجل وجدع وفي ظهرك واكيد هيراعيها. حتى انت رحاب جرالكوا يا بنات جدال، الواد عامل لكم عمل ولا ايه؟ مش هو اللي عامل يا سيد، ده النصيب. النصيب زي ما قلت لك، اللي رضينا بيه او ما رضيناش هيحصل برضه. يبقى نوفر على نفسنا القلق ونشوف هترسى على ايه، مش يمكن خير؟ يمكن. اه ماشي، يا ريتني كنت نزلت على طول. اخبار رجالتك ايه يا معلم؟ رجالتي تمام، مبدورين في السوق ومحزنين، كل شبر في حدود منطقتي كاني ماسكه في ايدي. ايه ساعتك بتفكري توسعي النطاق؟ مش لما تسيطر على اللي تحت ايدك الاول وبعدين ابقى افكر؟ شكلها وراها ان الكلمه دي. لما تعرف ان واحد من رجالتك لف من وراك وعايز يخون تعمل معايا ايه؟ ايه العباره بالظبط يا ست الكل؟ في حاجه وصلتي ما عنديش علم بيها؟ رد على السؤال يا فوده. خليه يتمنى الموت وما يطولوش. انا بقى عايزاه يطول وبسرعه. اللي هو مين بقى ولا مؤاخذه؟ وعمل ايه بالظبط؟ الواد اللي انت سحمه من ايده، سيد بوخارست. بوخارست الواد طوعي بدراع اليمين وما بقدرش منه حاجه غلط. لما انا اقول عمل يبقى عمل. هو اللي حرق البضاعه بتاعت عرابي، وهو اللي عمل معاه الحركه بتاعت زمان. حلمك عليا بس يا ست الكل، المعلومه لابد معيوبها. نضمن منين ان بوخارست ده هعتبر انه حرق البضاعه من ورا ظهرك يا معلم يا كبير، وحكمت عليه بالنيابه عنك. الواد ده يتصفى وبسرعة. تشيرز تشيرز.